الاجراءات اللي دارتهم الدوله من 6 د العشيه حتى ل 6 الصباح راه وقايه للجميع، المصلحه العامه بالنسبه لهذا المرض اللي هو في التاك، وبالنسبه لوليداتنا يدخلوا لديورهم، وحنا من خرجوا راه نخرجوا نقضيوا لهم الاغراض ديالهم ونجيو. وهذا الشيء راه كيهم العامه، ما كيهمناش انا هذه البطاقه هذه الورقه اللي عطاوها لنا راه كتخول لينا نخرجوا من 6 د العشيه نتقداو داك الشيء اللي هو مهم، ماشي الانسان يخرج يتسارى ويدور، راه حيت هذا الشيء هذا راه خطر للوليدات وخطر للكبار وخطر للصغار. وحنا كنطلبوا من جميع المغاربه يلتزموا بهذا الشيء اللي قالت لهم الحكومه. والسلام عليكم. الورقه خديناها كمساعده من السلطات المحليه للسلطات العامه في الطريق، مثلا ربما نتلاقاو معاهم ويطلبوا منا هذه الورقه هذه كشهاده كتدلي بان عندنا الحق فاش نمشيو نقضيو المشتريات ديالنا والاغراض ديالنا. وكنشكرهم على الحمايه ديالهم لينا بزاف، لانهم واش كنشكروا جنود الخفاء اللي كيساعدونا، والحمد لله لقينا وطن زوين ولقينا ناس معنا معقولين اللي تيحميونا وكيساعدونا. وكنشكروا جميع السلطات المغربيه الحمايه ديالها من اجل الصحه ديالنا وفكرت فينا بهذه الفكره هذه، وكنشكروها كثير مزيان. والحمد لله لان العالم وصل لواحد الحاله خايبين، وصل لواحد الحاله اللي خايبين، والحمد لله احنا ما وصلناش للحاله هذه بحمايه الامن ديالنا والسلطات ديالنا. وكنشكرهم جميعا من هذا المنتدى، كنشكرهم جميعا وكنشكروا جميع المغاربه تاهما على المساهمه ديالهم، على باش الحمد لله فكرنا باش نبقاو في ديورنا، باش ما نخرجوش، باش ما نعاديوش الناس، باش ما يوقعوش لنا مشاكل بحال العالم. والحمد لله غادي بنتيجه مزيانه ومبادره مزيانه. شكرا.